أخبار اليوم. فنان الجميل شعبان عبد الرحيم بنرحب بك معنا في بوابة أخبار اليوم. أهلا وسهلا أهلا وسهلا. كلمنا النهاردة عن وجودك في احتفالية عيد الأب وتكريمك فيها. أنا فرحان إن أنا لقيت عيد أب، فرحت. يعني عيد أب ده إحنا كنت بتمنى دي من زمان، كنا نلاقي هي أمنا وعلى دماغنا، بس كنا نلاقي العيال كلها راحت تجيب حاجة لأمه والواحد قاعد يتفرج. دلوقتي طبعا بقى كل يعني معايا عيال كتير، كل واحد هيجيب لي اي حاجه. كنا عايزين نعرف الجديد ليك ايه في الفتره اللي جايه. انا شغال في فيلم اسمه افندينا، ان شاء الله ينزل قريب ان شاء الله. عايزينك ترتجل كده اغنيه على الهوا الاخبار اليوم، ايه رايك؟ الاخبار اليوم دي مش عايزه اغنيه، هي اخبار اليوم نفسها اغنيه. يعني اخبار اليوم بتتكلم عن نفسها، بتتكلم عن نفسها. تقرا جريد؟ بس بحبهم من زمان. تحب مين بقى؟ مين اكتر حد مشهور في اخبار اليوم بتحبه؟ كل اخبار اليوم، كل اخبار اليوم. ده عم ياسر رزق، ده اخويا الكبير وحبيبي استاذ ياسر رزق، ده اخبار اليوم